The package that day. That 2020. Oh my god. Did it just move? Oh my god, oh my god, oh my god. السلام عليكم يا عصابة الرعب، بتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الفتاة التي كانت تصور نفسها في المنزل فحصل لها شيء مرعب، إلى الرجل الذي حصل له شيء مخيف تقشعر له الأبدان. سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد الأشياء المرعبة صورتها الكاميرا بالصدفة، فلنبدأ على بركة الله. رقم 1. نشر مؤخرا شاب يدعى مايكل تسجيلات على حسابه في تيك توك يقول فيها بأن أشياء مخيفة بدأت تحصل له في منزلها بعد أن لعب بلوح الويجا في منزل صديقها. يعتقد الشاب بأنه استدعى عن طريق الخطأ جنا أو كيانا شيطانيا والذي تبعه لمنزلها. في هذا التسجيل كان مايكل يشرح ما يحصل له بالضبط، وفجأة قاطعه شيء مخيف. So I've had a lot of weird stuff happening lately, and I can't. Hello? I can't. سمع صوت طفل صغير يقول مايكل بأن ليس لديه أطفال صغار وبأنه كان لوحده في المنزل في تلك اللحظة ولم يتمكن من معرفة مصدر الصوت، لذلك قرر تركيب كاميرات مراقبة في كل زاوية من المنزل على أمل تصوير أي شيء يمكنه تفسير ما يحصل بالضبط. وبعد بضع أيام وبينما كان يراجع ما صورته كاميرات المراقبة، صدم عندما وجد هذا الشيء في المطبخ. هذه المرة قرر مايكل اللعب بلوح الويجا وصديقته في محاولة للتواصل مع الكيان الذي صار يسكن المنزل لفهم ما يحصل، لكن ما وقع بعد ذلك كان مرعبا، فلنشاهد التسجيل. شيء ما رمي بقوة في الأرض قرب الفتاة، بعد ذلك سمع كلاهما صوتا قويا يأتي من الطابق العلوي، وعند ذهابهما للدرج فجأة سمع صوت أحد أو شيء ينزل في الدرج بسرعة ويتجه نحوهما، لكنهما لم يستطيعا رؤيتها. يقول الشاب بأن منزله صار مسكونا بالجن، لكن في الآخر يبقى الحكم الأخير لكم. شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 2. Dad got a package that day. At 2020 10 14 13 32 50.
شاب أمريكي لديه قناة على اليوتيوب محتواها خاص بألعاب الفيديو. كل المقاطع التي ينشرها في قناته تتكلم عن الألعاب، لكن هناك مقطع واحد فقط في قناته كان مختلفا تماما. في هذا الفيديو يقول الشاب أن والده توصل ببضاعة في باب المنزل. في المدخل توجد كاميرا مراقبة تصور الباب وغرفة المعيشة، وفي اللحظة التي أدخل فيها الأب الصندوق صورت الكاميرا شيئا مرعبا تقشعر له الأبدان. فلنشاهد التسجيل. My dad got a package that day at 2020-10-14. يقول الشاب بأنه في هذه اللحظة كان أبوه وأمه فقط لوحدهما في المنزل، لكن ماذا عن هذا الشيء الذي يجلس على الأريكة قرب والدتها؟ عند تدقيق النظر جيدا يمكنكم ملاحظة بأنه يبدو كما لو كان وجه فتاة بشعر أسود طويل. الشاب ليس لديه أي أدنى فكرة عن ماذا قد يكون هذا الشيء، وأكدت الأم كذلك بأنها كانت هي وزوجها فقط في المنزل ولم تنتبه لوجود ذلك الكيان الجالس بقربها في تلك اللحظة. الفيديو لا زال لحد الآن في قناته بدون تفسير، إذن ماذا قد يكون هذا الشيء برأيكم؟ شاركونا تفسيرتكم في تعليق. رقم 3. So these are the trees. Oh my god. Did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god. No, I don't see anything. فتاة تدعى ماضي نشرت مؤخرا العديد من التسجيلات الغريبة والغامضة على حسابها في تيك توك، تقول فيها بأن هناك كيانا شفافا أسود اللون أصبح يلاحقها باستمرار. حصل هذا بعد أن قامت في إحدى الأيام باستكشاف مقبرة قديمة مهجورة، وتضيف بأن هذا الكيان صار يقترب أكثر وأكثر وتبعها لغاية منزلها، وأصبح الأمر مخيفا جدا. في إحدى الليالي صدمت الفتاة عندما وجدت هذا الشيء في وقت متأخر من الليل أمام باب المنزل مباشرة. No, I don't see anything. Her clock closed. It looked like it turned and walked away. The only place it could have gone is through this. Oh my god. شخصية شاحبة شفافة ظهرت وهي تنظر من خلال زجاج الباب، وقد كان الباب يتحرك بقوة وكأن ذلك الكيان كان يحاول اقتحام المنزل. قامت مادي بفتح الباب على الفور لكنها لم تجد أي أحد. يمكنكم ملاحظة بأن جهة اليمين التي ذهب إليها ذلك الكيان هي عالية جدا، ولا يمكن لشخص عادي الذهاب من هناك بهذه السرعة والسهولة، وكأن ذلك الشيء تبخر في الهواء. It looked like it turned and walked away. The only place it could have gone is through this. بعد مرور يومين تقريبا على هذا الحدث، سمعت الفتاة مرة ثانية نفس الصوت في باب المنزل، لكن هذه المرة تشجعت وقررت الخروج للفناء لاستكشاف الأمر، وهذا ما حصل. So these are the trees that keeps getting foggy. And it's actually kind of clear. Well, obviously you can't see the sky, but it's like super clear.
شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. لقد صورت بالصدفة نفس المخلوق الشفاف الذي كان يلاحقها والذي ظهر في باب المنزل. تقول الفتاة بأنها لم تنتبه لوجوده في تلك اللحظة إلا عند مشاهدتها للتسجيل في وقت لاحق. فماذا قد يكون هذا الشيء برأيكم الذي صار يلاحق الفتاة؟ هل هو جن متشكل كما يقال أم أنه شيء آخر؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 4. هذا المقطع انتشر مؤخرا بشكل واسع ويعود لشهر أبريل من سنة 2021، وقد صورته فتاة يابانية مشهورة كانت لوحدها في المنزل وتقوم ببث مباشر مع متتبعيها. في الأول كان كل شيء يمر بشكل عادي، لكن بعد وقت قصير بدأ الناس الموجودين في البث يخبرونها بأن هناك شيئا غريبا ومخيفا يوجد خلفها مباشرة. これ出てて嬉しい。ありがとう。このね、忍者飯ね、めっちゃいいのが、なんかね、あれなの、グミなんだけど、カロリーが60キロカロリーしかなくて、それが本当にめちゃめちゃいい。だからなんか、ね、そこら辺は。ん?後ろ?え?後ろってどういうこと?窓のとこってことですか?ちょっと確かめるよ。 いないですよ。いませんよ。 استدارت الفتاة ثم ذهبت لاستكشاف الأمر، لكنها لم تجد أي أحد هناك، فاعتقدت بأن متتبعيها يمزحون معها من أجل إخافتها وقامت بإكمال البث. لكن بعد وقت قصير ومرة ثانية بدأت تصلها نفس الرسائل، فبدأت تشعر بالتوتر والخوف. يبدو كرجل بملامح مخيفة ولديه عينان مضيئتان بشكل مرعب. تقول الفتاة بأن هذه الغرفة توجد في الطابق التاسع، وتلك النافذة لا توجد بها شرفة أو مكان ليقف فيه أحد بتلك الطريقة. قيل بأن هذا لص أو شخص متطفل تسلق المبنى واستطاع أن يقف هناك بطريقة ما، فيما يرى آخرون بأن هذا من المستحيل أن يكون بشرا عاديا، وقد يكون جنا تشكل على هذه الهيئة. فما رأيكم؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 5. When we work night security 8 p.m. to 8 a.m. and we see something coming at us at midnight. Who is it? Raylan! Get it!
شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. إذن كانت هذه بعض المشاهد الأشياء المخيفة صورتها الكاميرا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في أمان الله وشكرا لكم.